اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايزين نتكلم عن الاستعدادات القادمه او المباراه القادمه. مباراه هي مباراه من المباريات الاصعب مهما كان. بتلعب منتخب كبير مثل منتخب غانا بعد هزيمتهم يا كابتن حشيش في المباراه الاولى. اول تصريح للمدرب وليهم ايه اللي حصل؟ قالوا ايه؟ هنكسب مصر. طب يا عم ما خليك في يعني انا فاهم كويس اللي يقول كده خليه يقول كده. فهو بالنسبه له بيقول لك احنا رايحين نلعب البطوله عشان ناخد البطوله ونكسب مصر. طب تمام انت عارف يا كابتن فهي في النهايه مباراه صعبه. في مشجع اقتحم الفندق بعد المباراه مع مدير الفني وكان مسك. يعني يفتك بالرجل بس الامن طبعا الامن ما شاء الله يعني الامن في كوت ديفوار مسكه يعني عشان كان عايز يفتك بالمدير الفني لغانا يعني هم اتغلبوا اول مباراه. وبالتالي هناك ضغوط كبيره جدا على منتخب غانا زي ما هناك ضغوط كبيره جدا احنا اللي حطيناها بقى مصر. احنا اللي حطينا الضغوط دي وعلينا ان احنا حطينا وعملنا. كيف نفكر في المباراه اللي جايه؟ لازم اللي ما قدرناش نعمله المباراه الاولانيه ايا كان بقى الخصم. احنا مش عايزين نتكلم بقى بالظبط نتكلم على وغانا وغانا ما هي حصل واتغلب يعني انت فاهم ازاي. دي مباراه انا بتكلم على شخصيه منتخب مصر. منتخب مصر موقفه دلوقتي سيء جدا. المباراة اللي جاية دي هتحدد بشكل كبير الصعود حقيقي. لا قدر الله لو حصل حاجة يبقى أنت مستني بقى الدنيا مش بشكل كبير بشكل نهائي. فأنت لازم تدي رسالة إن أنت نازل بقى مع غانا لازم. وعايز أقول لك حاجة مفيش حاجة اسمها أصل أنا هلعب من تحت وهلعب مع لا ده أنا لازم أضغط عليهم ولازم اللعيبة تتنحرر شوية ويبقى في حماس ويبقى في قوة والراجل يحط تشكيل مناسب على حسب هو عايز يعمل إيه. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يكسب. انا خايف من حاجه لا الالفه اللي حاصله دي في اختياراته تخليه يقول لهم بص يا صبري بص يا جيلبرتو بص يا شلتت انا هلاعبكم واديكم فرصه تاني. هتبقى على فكره على فكره ده اللي حصل السنه اللي فاتت هتبقى واقعه. لا لا بس. على فكره على فكره ده اللي حصل السنه اللي فاتت بياكد الثقه في اللي موجودين كيروش كارلوس كيروش في المباراه اللي بعد نيجيريا وهزيمه بس في الاخر انت اتغلبت من منتخب نيجيريا برضو عشان نبقى واضحين فكر يعني. كويس وانا بيعجبني لما تاخد الاخر لانه ده حق الاعلام يعني على حضرتك. لكن الفكره ان لما اتغلبنا ما كانش في عندنا ما تستدعي التغيير 90% كان يا دوبك اداء متعسر من البعض. صح اداء سيء صح لكن في لعب كتير في التشكيل المره دي لعب كتير في التشكيل وثلاثه اربعه لازم على الاقل واحد او اثنين منهم تغيروا المره دي ما يبداش. خلي بالك هو ما لعبش كتير في التركيز عارفه في التشكيل في وعمل ايه طريقه اللعب. ما انا بقول في المراكز لعب يعني حط كله بيقفل على بعضه يعني هاني زيزو مش عارف يتحرك من هاني وهاني سوري هاني مش عارف يتحرك من زيزو وزيزو مش عارف يتحرك من صلاح. بقى على اداء اللعيبه يعني مش معقول ال11 يبقى ما فيش الا اثنين فيهم بس اللي هم واقفين على رجليهم والباقي كله مش في حاله. خايف من الثقه يعني الثقه دي في 3 4 في اثنين منهم يستحقوا التغيير عشان التجديد مش عشان حاجه. دي لعبتنا واحنا عارفين واثقين لكن تمام. الفكره ان يجي بقى اللاعب يلعب فيقلق من حجم الثقه اللي هو حملها له فاتقلبت مسؤوليه وطلعنا بره مود ان يبقى عنده تشكيل مناسب أكتر توصل. ايوه وتكتيك مناسب هو ده المطلوب الماتش الجاي وانت يعني تقدر تقولها لنا. المشكله ان منتخب مصر كان بيعاني قبل ما يسافر من ان الناس مش حواليه ومش وراه فرايحين عشان يغيروا من البدايه الفكره دي. انت الفكره دي عارف اما ايه خلاص احنا بنعمل كده رحنا راجعين تاني كده ابتدت الناس تتكلم والناس كلها غير راضيه عن الاداء وخصوصا برضو ان احنا يعني يمكن الناس اللي تابعت واتفرجت على الفرق التانية النهاردة السنغال عاملة مباراة وبتلعب برضو على القد وكسبت وعملت أداء يعني في كوت ديفوار اللي هي المفروض برضو أنها كنت عندها عليها ضغط طبعاً دي على أرضها. ماتشات الافتتاح دي كارثة بالنسبة لصاحب البلد في كل البلد العالم والجمهور الكبير ونزلت ومع ذلك كسبت اتنين برضو وأدت أداء كويس. ففي فرق راح النهاردة الجزائر الفترة اللي أنا اتفرجت عليها في شويه في الاول الشوط الاولاني حاجه والشوط الثاني بيقول حاجه ثانيه خالص الشوط الثاني انا شفت لقطتين رجعوا ايه رجعوا لا رجعوا ابتدت الكعوب والحاجات دي والعربيات بتاعتنا أيوة. احنا في كلنا في قراء عربي يعني تكي مكي كا وحسوا ان المباراه سهله تعادلوا انما احنا يعني على الاقل ده لعب شوط والشوط الثاني ابتدى يتاخر شويه انما انت كتوتال مباراه لا انت لا على اداء فردي او جماعي لا وحتى اللعيبه ما تحسش حتى بعد الهدف الاولاني ان في نحراره يعني هي موضوع ضربه الجزاء دي اللي جت كده برضو بالصدفه مش عن طريق هجمات منظمه وقدرت ان انت تعمل ضغط اصفر عن الكلام ده لا دي بقى ده هي كره واحده في الاخر يعني. فانا عايز اقول ان عليهم انهم يقفوا وقفه المباراه الجايه لان المباراه اللي جايه دي فارقه في تاريخ كمان لعيبه كتيره موجوده صحيح. صبري المباراه كاب فيردي وغانا هل صعبت المهمه اكتر
لو عندك ارقام تخص هذا الامر. صعبت المهمه على الفرقتين طبعا، يعني بلا شك غانا مثلا لو اتغلبت ان شاء الله ده يحصل يعني من منتخب مصر، هتبقى بنسبه 99% خلاص بره البطوله، في حين ان مصر عندها نقطه ممكن تخليها ممكن مع التوالد احسن توالد. لا مصر عندها افضليه في التوالد، ممكن تبقى احسن توالد، خلي بالك وارد وارد بس بنسبه اقل، نسبه اقل طبعا. فغانا هتخش تجزأ اسنانها جدا في الماتش، خصوصا غانا منتخب كبير حتى لو بيمر فتره طبعًا تعثر مهما كان، لكن ماتشات مصر مع غانا قوتين كبار في افريقيا، فطبيعي الفرقه هتخش بدوافع مختلفه تماما عن اي ماتش تاني ممكن يكون في البطوله. فاحنا هنشوف منتخب غانا هيدخل وعامل برد فعل قوي، احنا كمان رد الفعل بتاعنا لازم يكون اقوى. لا وتابعك الماتش الاولاني وتابع ادائك وتابع حالتك، والمفروض ان احنا تابعنا والمفروض ان احنا تابعنا. لا ممكن إن وانت بتتكلم للناس شوف الاحصائيات بتاعت مباراه غانا وكابيردي، شوفوا غانا عملت ايه يعني، برضو ما كانش في افضل حاله. لو سمحت اتفضل. ما هياش في افضل حال. نسبه الاستحواذ مثلا ما بين غانا وكابيردي كانت لصالح كابيردي، 53% نسبه استحواذهم في المباراه. الاهداف حتى المتوقعه كابيردي كان المفروض يسجل ما يقرب من 3 اهداف متوقعه، 3 فرص خطيره على المرمى بتنتهي باهداف، الناحيه الثانيه جول يعني او فرصه واحده حقيقيه يعني. المحاولات الناجحه 10 محاولات منهم واحده بس على المرمى بالنسبه لغانا، والناحيه الثانيه 15 منهم 5 على المرمى. منتخب كابيردي بيشوط كتير من بره، سدد 8 تسديدات من بره 18، الناحيه الثانيه برضو 7 تسديدات من بره 18، والناحيه الثانيه كان تسديدتين بس من بره، في حين الاثنين من جوه ده 8 وده 8. دقه التمرير 340 تمريره منهم 277 صح، ده بالنسبه لغانا، وبالنسبه لكابيردي 392 منهم 319 صح. الكرات الطويله هنا وهنا نسبه النجاح فيها كانت متفاوته، في غانا 36 تمريره منهم 11 صح، الناحيه الثانيه لجأوا للتمرير الطويل 59 مره منهم 34 صح، وده رقم الحقيقه في التمريرات الطويله كبير جدا. الالتحامات كانت في صالح كابيردي، متوسط الاعمار كابيردي اعلى ومع ذلك هم كانوا اقوى في الالتحامات. التصنيف بتاع الفيفا 61 غانا و73 كابيردي. بس المهم ان غانا في الفتره الاخرانيه او في ال11 ماتش تقريبا الاخرانيين، احنا معانا برضو الارقام، نتائجها متذبذبه جدا. يعني غانا في ال11 ماتش اللي فاتوا حققت الفوز في 4 ماتشات، واتغلبت 4 ماتشات وتعادلت 3، سجلت 9 اهداف بس في ال11 ماتش واستقبلت 12 هدف. فاحنا قدام نسخه مهتزه من غانا، لكن ده لا ينطبق خالص على الماتش ده اللي هو له دوافع مختلفه، سواء بحسابات النقط في البطوله وسواء بحسابات الكبرياء ما بين منتخبين اسمين كبار قوي. لا وانا كلاعب بيني وبينك استنى ماتش زي ده اكسب مصر اهدي الدنيا عليا. صحيح كمنتخب غانا يعني مفهوم، فالدوافع بتاعتهم هتبقى مختلفه. يبقى وصلت للدور الثاني، كسبت منتخب مصر، عملت كل حاجه صحيح وخرجك. وممكن نستكمل كمان يعني الارقام عشان نقفلها في حته غانا ومصر كابتن اسلام، بتاريخ فكر تاريخ المواجهات بيننا وبينهم، يعني تاريخ المواجهات بيننا وبينهم برضو مش يعني بنتكلم في 8 مباريات، احنا كسبنا 4 هم كسبوا 2 والتعادل كان في مباراتين، احنا سجلنا 10 هم سجلوا 13 طبعا النسبه اكبر عشان ماتش 6-1، واكبر انتصار هو طبعا 6-1 لغانا واحنا 2-0. من الارقام اللي يعني البارزه في حته امم افريقيا يعني ان احنا لعبناهم مرتين في كاس امم افريقيا في 2010 وفي 2017 وكسبنا المباراتين بكلين بكلين شيت، فدي برضو حاجه بتديك افضليه الى حد ما يعني كتاريخيه. فيتوريا يعني التصريحات اللي حضرتك قلتها وانتقدناها، وقال تصريح من المفترض ان كان مهم قبل المباراه لما اتسال من زميل في اون تايم سبورتس، لما ساله عن التاريخ وان مصر دايما لما بتكسب موزمبيق في الافتتاح بتروح تاخد اللقب، راح هو قال له ايه؟ لا ما هو قال له ايه؟ قال له ده في التاريخ يعني، ده تاريخ وخلص، احنا على الحاله بتاعت دلوقتي. فبرضو عايزين نتعامل مع غانا حتى لو احنا في امم افريقيا تاريخنا افضل كنتائج وحتى تاريخ مواجهتنا افضل، نتعامل ان التاريخ خلص، احنا عايزين ننزل المباراه دي نصحح اخطائنا، نصحح وضعنا. البطوله نتكلم في فرقتين وفي افضل 4 توالي، يعني في هيصه لسه عشان نتاهل لدور ال 16، فمستحيل ان منتخب بحجم منتخب مصر ما يبقاش ضمن 16 فريق من 24 فريق في نهائيات امم افريقيا. يعني غانا نفسها واحنا بنقول ان هم في اخر فتره سيئين، لا ده كمان اصلا في كاس الامم هم النسخه اللي فاتت اللي هي على طول. انا عايز اقول لك ان احنا دلوقتي انت بتتكلم على اساس ان الشعب كله والجمهور المصري كله
باصص ان احنا نتأهل. احنا طموحنا اساسا مع الفرقه دي ان احنا نروح ناخد البطوله. بطوله بالظبط. الناس متضايقه ليه؟ الشكل اللي شافوه مش شكل بطوله طبعا. لا لا مش شكل بطوله على مستوى الاداء على مستوى الروح على مستوى الكوتشنج على مستوى حاجات كتيره. كل حاجه هي دي الناس اللي تعبانه من كده. فعشان كده انما احنا عارفين قبل كده ما احنا بنبدا بدايات. انما انت خايف من لا. نفسك من شكلك من وضعك. مفترض بقى خبرات لعبتنا والمدرب ان كل ده يتم تداركه في مباراه غانا اللي جايه، لان دي تبقى انطلاقه نكمل. لان غانا زي ما بقول لحضرتك غانا مثلا النسخه اللي فاتت دي على طول كانوا من الفرق اللي ما تاهلتش. يعني النهارده كانوا رابع ترتيب، رابع حتى مش احسن توالد، كانوا رابع في مجموعه فيها المغرب والجابون وجزر القمر وما تاهلوش. في 2019 صعد في مصر صعدوا لدور ال 16 واتغلبوا من تونس في ركلات الترجيح. فغانا اصلا الفتره الاخيره حتى لما صعدوا كاس العالم، يعني غانا الحاله بتاعتها مش هي افضل، مش غانا اللي احنا دايما مرعبه. صحيح. ففرصه ان انت تصالح جمهورك حتى بعد الماتش اللي انت شفته. حتى لا بعد الماتش اللي انا شفته اتاكدت ان غانا اصلا فريق مش مرعب. يعني ماتش كاب فيردي كان بالنسبه لنا لا طب ما كويس، يعني غانا احنا جايين وعاملين حسابنا ان احنا وغانا. لا ده المفروض مع الاعتبار ان دي معطيات مختلفه بالظبط. يعني ان المفترض لو في نفس لو انت في حالتك الطبيعيه وهو في حالته الطبيعيه مفروض انت تنزل تكسب. دي مباراه كابتن اسلام ماتشنا، يعني مباراه تشكيل، مباراه لعيبه اكتر منها كوتش الشخص وكوتشنج شغله. يعني هي مباراه بالفعل مباراه ضوابط يمليها كبار الفريق على بقيه التيم مع بعضهم كده، لانه اصلا ما فيش طرق مستحدثه في الكوره. التمرين في البطولات اللي زي كده بيبقى على انك انت تحافظ على مستواك البدني. طبعا عارف ان حضراتكم عارفين بقول للجمهور يعني مستواك البدني، واذا كان في كام شوطه على لعبتين ثوابت على مش عارف ايه، وهذا وبالله التوفيق. وبالتالي دي ماتشات لعيبه، ماتشات بتاعه تطلع كل المخزون اللي عندك. طبعا راجل في نظرك هو الكوتش وكل حاجه. يا جماعه احنا مش بنسخر من راجل، احنا بنتكلم عن دفوهات وده حقنا. الراجل ده بيدور على الدولار يشوف لو واحد ماتني مش هياخده، ودي حاجه ما تزعلش حد. فاحنا كمان بندور على شغل، وبالتالي المفروض ببساطه شديده ان احنا ايوه عشان ما حدش يصغر الموضوع. لا احنا بنسخر حاشا بجد ولا من اللعيبه، لكن في ماتشات يا جماعه لا الفرق نفسها هي اللي بتعمل. وشوف اللعيب لما بيروح للناس يعمل لهم كده، ساعتها ما بيقول لهمش عشان الراجل قال لي، بيقول لهم عشانكم وعشان انا منكم حاجات كده. ده في الانديه، فما بالك بالمنتخبات. تشكيله كابتن، واتمنى ان احنا لو قدرنا نتكلم عن لسه هنتكلم على التشكيل بعد الفصل. التشكيل هيبين حاجات كتير قوي هتطمن المصريين على التيم ده من وجهة نظري. هنكمل كلامنا ونتكلم عن التشكيل ونتكلم عن كل هذه الأمور لكن بعد هذا الفصل.